آية فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به نزلت في حمزة رضي الله عنه لما شهد أحد، وقال أنه قال يعني لما شافوا المشركين مثلوا في بعد المعركة قال سأمثل بسبعين شخص من المشركين زي ما مثلوا بحمزة وغير من الصحابة. فنزلت الآية هذه نعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ينطبق على الخيل. أصلاً لما يسوي خطأ معين لابد يكون مواكبتك لخطأه إذا كان سابقاً بعد الطعو، سواء دقة يدك أو تغيير الاتجاه أو اللسب طرق حسب طريقة الركوب بقدر اللي سواه الحصان، لأنك لو زدت في العقوبة هذا لن يخليه يحترمك زيادة، بيخليه أولاً يكرهك أو يبغلك زيادة، ثانياً يعرف قدرته على أنه يحوسك. أنت لما تتعامل مع مصارع أو شخص قوي أن ردت فعل كانت ردت فعلك على فعله أقوى من ردت فعله حاسك جلدك، وما عاد ردت فعل استمر في تمرده، فأنت تحاول تعطيه قدر ما أعطاك عشان يعرف مع الوقت أنه لو خفيت لو ما فعل الشيء السيء ما فعلت أنت الشيء السيء، فعقابك للحصان يكون بقدر خطأ. إن زدت خليت الحصان مع الوقت يخرب ويعرف قوته، وإن قليت خليت الحصان مع الوقت يتمرد يتجرع. طبعا نتكلم عن العقاب الصحيح اللي هو عن طريق تغيير الاتجاه، التحكم بالحصان، معرفة سبب الخطأ، وليس العقاب اللي هو الضرب والجلد فقط، هذا أصلا خطأ سواء سويته شوية سويته أقل، مع الوقت الحصان بيغلبك مع الوقت الحصان بيخرب. نتكلم عن العقاب الصحيح اللي هو التحكم وليس الضرب فقط.